المشاهدون الكرام، كل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من الصحافة اليوم، والتي سنطالع ونناقش من خلالها أبرز القضايا والمستجدات على الساحة المحلية. والبداية بإطلالة سريعة على أهم العناوين. البداية من وكالة الثاني من ديسمبر. الميليشيا الحوثية تتخذ احترازات لقيادتها وأسرهم وتترك أبناء القبائل فريسة لكورونا. تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا في المحافظات اليمنية المحررة ترفع العدد إلى 249. مسؤول بالحديدة يكشف منع الحوثيين المستشفيات استقبال مرضى الجهاز التنفسي. وفي منبر المقاومة نقرأ: مسلحون يعتدون على طاقم أحد مستشفيات صنعاء بعد وفاة قريب لهم ظهرت عليه أعراض كورونا. استشهاد نجل رئيس الأركان اليمني وابن أخيه. ميليشيات الحوثي تستهدف مساكن المواطنين في مركز مدينة تحيتا بمختلف أنواع الأسلحة. وكالة خبر طالعتنا بالعناوين التالية: رئيس هيئة الأركان يعلق على استشهاد نجله وعدد من أقاربه في قصف للحوثيين. ميليشيا الحوثي تعدم مواطنا في إحدى نقاط تابعة لها بالجوف. مفوضية شؤون اللاجئين تحذر من انهيار عملها في اليمن مع تفشي كورونا. موقع نيوز يمن أورد العناوين التالية: نجاة الفريق بن عزيز واستشهاد نجله وابن أخيه ومرافقين جراء قصف صاروخي حوثي. مركز عزل مشترك لمديريتي ذباب والمخاف الأخيرة وتسلم أجهزة علاجية. فريق أممي في طريقه إلى عدن لإنشاء مشفى ميداني. ومن الصحف العربية الشرق الأوسط: الشرعية تتهم الجماعة بتعريض اليمنيين لإبادة جماعية. كورونا يتسلل إلى سجون الحوثيين مع اتساع رقعة تفشيه. تحركات حوثية في البيضاء استعدادا لمهاجمة قبائل آل عواض. عقب تأكيدات أمريكية لتدهور حال الناقلة النفطية، اليمن يجدد تحذيراته من قنبلة صافرة الموقوتة في البحر الأحمر. السعودية تبدأ في مراحل إنهاء الإغلاق وعودة تدريجية للقطاع العام من الأحد. الحكيم علي عبد الله صالح. تحت هذا العنوان أورد فتحي بل الأزرق مقالا، نتابع ما جاء فيه. في عام 2004 دعا علي عبد الله صالح مستشاري وقيادة الأمن والعسكري الاجتماع. صالح كان مشهورا بأنه لا ينام حتى يجري اتصالات بما لا يقل عن 40 مسؤولا في عموم أنحاء الجمهورية. في الاجتماع سأل الرئيس صالح مستشاري عن المقترحات الجديدة والمستجدات. هذه القصة حكاها لي مسؤول أمني كبير في نظام صالح العام الماضي في القاهرة، واحتفظت بها حتى ظهور مستجدات أخيرة. وقف يومها واحد من مسؤولين الأمنين الكبار في الجمهورية وتمتم وقال للرئيس صالح: يا فندم، بعض الناس قدها بتشكد في شخصكم وللحكومة الطريق طريق، وذا الحين قد معهم منتديات في الانترنت جالسين يهاجموكم ويصبنوكم. لم يكن الفيسبوك قد ظهر حينها. قال له صالح: وايش بيفعلوا هؤلاء؟ قالوا يسبوكم طريق طريق ويقولوا الحكومة فاسدة والوضع خارب. قال صالح: ايوه، وبعدها ما بيفعلوا غير كتابة في تير المنتديات. قال المستشار: ولا شيء، بس والله ان بين بسرها مش حالي بحقكم، لو تشوفوا نفعل اجراء ضدهم. قال للصالح: قول عاد شاكلوا كل من كتب لحرفا على علي عبد الله صالح، وبعد ما تشوف الله وقدهم رافعين السلاح، الدول بيتكم، الأمن بيتكم، مؤسساتكم بيتكم، الجيش بيتكم، والحكومة بيتكم. قال الجميع بصوت: أيوة فندم. قال: خلاص خلوهم يتنبعوا في حكم الوادي، وفي الأخير أنتم مقصرين ولا الناس بتتحاكى. تخيلوا هذا حدث في 2004 والدولة بكل قوتها وحضورها وهيلمانها وخدماتها ورواتبها. كان صالح حكيما للغاية ويدرك أن هناك بعض التقصير وأن الناس ستتحدث، وبالتالي لابد من حالة تنفيس لمشاعر الناس. وفعلا كانت الناس تشم الرئيس صالح ودولته طريق طريق في الانترنت
والصحافة والشارع والدواوين وبكل مكان، ولم تسقط دولته إلا بسبب الخريف العربي الذي أسقط الدول العربية كلها. ولولا هذه الأحداث لكانت دولة صالح قائمة حتى اليوم، والناس تتحدث فيها بكل حرية. اليوم في كل المناطق اليمنية دون استثناء عدن، صنعاء، مارب، تعز، الحديدة، خدمات متدهورة، أمن غائب، حقوق منهوبة، اعتقالات، تعسفات، حروب، اغتيالات، لا رواتب، عمالة، ارتزاق، وفق هذا وذاك يراد من الناس أن تصمت وألا تعبر عن رأيها. اليوم في اليمن إنه الحوثي في صنعاء من تكلم لقطوه، وإنه الإصلاح في مارب من تكلم لقطوه، وإنه الانتقال بعدن من تكلم لقطوه. يا جن، مش هكذا ثمار الدولة؟ مواطن لا راتب ولا خدمات ولا أمن ولا دولة ولا أي شيء، وفوق هذا عادكم تشتوا ما يقول أح. حديثي هذا موجه لكل الأطراف اليمنية، اتركوا مساحة تعبير للناس تقول فيها رأيها وتنفس فيها عن غضبها، واعلموا أن أي محاولات لكتم مصادرة حرية الناس سيؤدي إلى انفجارها. تعلموا من الرئيس صالح، مش هو عيب ولا حرام. وفي مقال آخر لحسين الوادعي بعنوان متلازمة العيد والموت، أضاف الكاتب: ليس العيد وقت مناسب للحديث عن الموت، لكن صفحتنا في وسائل التواصل التي تتسيدها تنويهات النعي وصور الجنائز تجعلني أبحث عن تفسير. ما أعجب هذه الأنفس الآبقة التي تبحث عن تفسير لكل شيء؟ هل يمكن الإنسان أن يختار قرار موته لا شعوريا؟ وهل أوطاننا المنهارة وأحلامنا المذبوحة على قرابين مسوخ الكهوف سبب في زيادة حالة الموت المفاجئ التي نقرأ عنها كل يوم؟ سجل العلماء ظاهرة نعرفها جميعا، وهي المتزوجين لفترة طويلة قد يموتون متتابعين بفارق زمني بسيط عدة شهور، وأطلقوا على هذه الظاهرة متلازمة القلوب المحطمة. إن رحيل شريك العمر يسبب إحباطا وآلما نفسية وجسدية واضطرابات قد تؤدي إلى الموت، ويبدو أن هناك قدرة لا شعورية ما تستطيع إرسال أمر الموت إلى الدماغ فيلحق الشريك شريكه المتوفي، وفاء لمقولة لم تعد لي حياة من بعدك، التي اتضح أنها ليست عبارة عاطفية بقدر ما هي حقيقة فاجعة. تحدثت الدراسات أيضا عن أثر الترمل وكيف تزيد احتمالية وفاة الشريك بعد شريكه الراحل خلال 3 أشهر من رحيله. 3 أشهر حرجة قد يحتاج الجسد فيها إلى رعاية طبية ونفسية مكثفة لإقناعه بالعدول عن قرار الموت. هل يمكن تعميم هذه الظواهر المعروفة طبيا على المستوى الجماعي؟ وهل ينحو الناس في الأوطان المنهارة إلى الوفاة بنفس الطريقة؟ فإذا كان الشخص المفجوع برحيل شريكه عمره يموت بعد فترة وجيزة، فهل يحدث هذا للمفجوعين بانهيار أوطانهم وأحلامهم وحيواتهم البسيطة؟ هل هناك متلازمة هي متلازمة الأوطان المنهارة يمكن من خلالها تفسير هذا الموت بالجملة؟ أليس الموت الكثيف والنشيط في أوساط الطبقة الوسطى اليمنية شبابا وكهولا وبدون أعراض مرضية بعد انهيار عالمها بسبب الحرب والانقلاب وسقوطها في هوة الفقر والمهانة هو النتيجة لسقوط عالم كانت ترى فيه سببا للحياة وظهور عالم لا تجد فيه نفسها ولا تحس فيه بجدوى البقاء؟ ليس العيد وقتا مناسبا للحديث عن الموت، لكن صفحاتنا التي تحولت إلى حوائط نعي ومقابر متجولة على الفضاء الإلكتروني فرضت الحديث الفاجع. هل أقول عيدكم مبارك وتمسكوا بالحياة بكل تحدياتها، أم ماذا أقول؟ إذن للأسف تحولت هذه المناسبة من مناسبة لتبادل التهاني والتبريكات إلى مناسبة لتبادل عبارات العزاء، وأيضا لمناسبة لنشر الكثير من صور المتوفي نتيجة السياسة والإدارة الخاطئة لملف كورونا، سواء كان ذلك في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي أو ربما في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية. عموما لمناقشة الآثار المترتبة على سياسة التعتيم الحوثي وربما الحكومي، سيكون ضيفي عبر الهاتف الدكتور محمد المقرمي، مدير مركز كوب للدراسات الإنسانية، وكذا الدكتور إشراق السباعي، وكيل وزارة الصحة والمتحدث باسم اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا. نبدأ النقاش بعد فاصل قصير.
أهلا بكم وأجدد الترحيب بضيفي عبر الهاتف. لو بدأت معك دكتور محمد، يعني المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي يجد أنها أصبحت ممتلئة، وكل يوم تزيد عدد المنشورات والتغريدات التي تتحدث عن فقد عزيز أو قريب. برأيك ما مؤشر ذلك؟ عيد مبارك مؤخرا كل عام وانتم سعيدين الكرام بخير وصحة ان شاء الله. فيما يتعلق في عدد الوفيات للاسف شيء مؤسف جدا ان نرى ان اجمالي عدد الوفيات اكثر اضعاف من عدد الحالات المسجله حتى في طبعا. والدليل في وهذا يثبت ان هناك ضعف كبير جدا في اداء اللجان الطوارئ سواء كان في الحكومه الشرعيه او لا يمتلكون للأسف الشديد الإمكانيات، لا يمتلكون مساحات كافية لإجراء وأيضا محاليل إجراء أيضا فحوصات للحالات المشتبه بها. هناك العديد من الحالات التي لم يتمكن من الوصول إليها. في كل دول العالم تجري الأنظمة الصحية نزول ميداني إلى الأسواق الأحياء من أجل فحص المدنيين وفحص الحالة المشتبه بها. إلا في اليمن للأسف الشديد اليمنيون هم أنفسهم الذين يشتبهون بإصابتهم يحاولون الوصول إلى هذه المكان ولا يجدون إمكانية أو استجابة نظرا لعدم توفر إمكانيات لدى هذه اللجان لإجراء هذه الفحوصات. لذلك نرى أن الوفيات أكثر بكثير من معدل حتى الإصابات التي يعلنون عنها. نعم. وفيات تداول أكثر من 500 وفية كل 48 ساعة تجاوز وفيات هذا العدد، بينما الإصابات منذ أبريل حتى اليوم لم تتجاوز أكثر من 249 إصابة. أستاذ محمد، ألا ترى أن التعامل مع هذا الوباء والتعتيم الحوثي ربما هي تكون أول من تكتوي بناره، خصوصا أنه سمعنا أن هناك إصابات لقيادات حوثية وأيضا أعضاء في المجلس السياسي، وربما أيضا الوزير وزير الصحة المعين من قبل ميليشيات الحوثي مصاب، بالإضافة إلى 20 في الوزارة. كيف تنظر إلى هذا العدد المهول من الإصابات وأيضا حالة التعتيم الغير مبررة؟ فيما يتعلق بحالة التعتيم، هم كانوا في البداية يحاولون التعتيم حتى لا يتأثر المقاتلين في الجماعات، وكانوا يتوقعون أنهم في استطاعتهم أن يتجاوزوا هذه الجائحة، لكن الجائحة كانت أكثر من 100 وتفاجأوا. وأيضا كانت هناك إصابات لقيادات وحاولوا تسيطر عليها، حتى أن لو ركزنا على أول حالة تم إعلانها الأفريقي، ثاني حال تم إعلانها قالوا أنها ستحدث من عدن، وهي محاولة لإخلاء المسؤولية ولا يعلمون هذه المسؤولية وهي تتأثر على كل اليمنيين وتتأثر على الحوثيين وحدهم. لذلك يفترض أن يتعاملوا بشفافية، لكن للأسف الشديد حاولوا أن يتعاملوا بنوع من الإسقاط سياسي على الكارثة الإنسانية وحاولوا توظيفها، ولكن لم يتمكنوا من ذلك، وسيضطروا في نهاية الأمر إلى مصارحة الشعب عندما يجدون انفجار لعدد الحالات، عندما يجدون الإصابات وصلت إلى أكثر المسؤولين وكانت المسؤولين تابعين لهم كسلطان السامعين وغيرهم من المسؤولين الذين أصيبوا خلال الفترة الأخيرة، منهم حالات توفت ومنهم حالات لا تزال في العناية المركزة الآن. مستشفيات مستشفى كويت، مستشفى زايد، مستشفى 48، هذه المستشفيات كلها امتلأت الأسبوع الماضي. المتوكل يجتمع مع مستشفيات القطاع الخاص من أجل أن يجهزوا مستشفياتهم لاستقبال الحالات. هناك أيضا مستشفيات الجنوبية أغلب كادرها الطبي أصيبوا، وهذه أيضا كارثة أخرى عندما يصاب الطف الأول من يتوقعون حماية أن يكونوا أكثر لهذا الوباء كما حدث في إيطاليا، وهذه كارثة. نتمنى أن يلطف الله اليمنيين جميعا وأن يتجاوزوا هذه المهنة، وأن تسعى الميليشيات أو كل أن يتم توحيد مركز العمليات على مستوى الحضارة اليمنية، وهناك جهود في هذا القدر. نتمنى أن يتوقفوا حتى يتاح المجال للأطباء
وتبتعد سلطات أمر الواقع من أستاذ محمد، هل ترى أن هناك ضرورة ملحة لتوحيد الجهود يعني ونبذ الصراع ريثما نتغلب على هذه الجائحة من كل القوى السياسية، يعني ربما تجهيز غرفة مشتركة والتعامل بشفافية حتى يتم القضاء على هذه الجائحة التي وجدت أنظمة متطورة صحيا واقتصاديا نفسها عاجزة على مواجهتها؟ بالفعل هي الآن الحالة الإنسانية تستدعي وتبصر الجميع إلى هذا المسار، على الأقل الأطباء هم أكثر الناس يحملون الضمير الإنساني، على الأقل أن يبعد السياسيين والعسكريين من هذا المجال حتى يتمكن الأطباء من القيام بما يمكن القيام به. لكن هناك صعوبات لدى الدكاترة الطبية، لدينا 50 ألف طبيب لم يتمكنوا من الحصول على مرتباتهم، لدينا المنظومة الصحية منهارة، المستشفيات، المراكز الصحية، المنظمات الدولية التي تسلمت الدعم تتعامل بتباطؤ كبير جدا، وكأنها تنتظر تفشي الوباء حتى تدخل أو تتسلم مليارات أخرى ومبالغ أخرى من أجل مكافحة هذا الوباء. لم تتعامل بشفافية منظومة عالمية. أخي العزيز، الأسبوع الماضي كانت هناك طلبات في لجنة الطوارئ على سبيل المثال في محافظة الصعيد من منظمة الصحة العالمية من أجل أن يرسلوا 50 أسحة، لديهم أكثر من 50 حالة اشتباه. انتظروا أسبوع حتى وصلت المسحات المحلية، توفيت أكثر من 2 حالة ولم تفعل المحلية بعد ولم يتم فحصهم. لذلك أحيانا تجد أن الإعلان يكون عن 5 حالات بينها حالة وفاة، 4 حالات بينها حالة وفاة، والسبب تأخر وصول المحاليل وتقديمها بشكل متضاضع جدا. لذلك لابد من توحيد الجهود، لابد أن يتحمل اليمنيون اليوم مسؤوليتهم، رجال المال والأعمال يجب أن يكونوا في المقدمة حتى لا يدفع الجميع الثمن. لم يستفد من العالم، لأن العالم مشغول بنفسه، العالم يعاني من أزمات اقتصادية وإزراء تبعات هذه الجائحة. واليوم الدور لابد أن يكون لرجال المال والأعمال وأن يكونوا في مقدمة الجميع، كما رأينا من مضمات هذا العام. يفترض أن نرى من كل رجال المال والأعمال هذه المبادرات، وأن يتعاملوا بشكل مباشر مع اللجان في الميدان واللجان في ورق الميدان حتى يتمكن الجميع وأيضا المجتمع لابد أن يشاهد بهذا الجانب، وأن يسعى إلى استخدام أن يلزم نفسه لأنه يعرف أن هناك منظومة حياة منهارة وأنه لن ينفعه أحد إلا أن يحمي نفسه بنفسه بالسجاية. جميل. هي الملقاة عليه اليوم بالدرجة الأولى، لأن المنظومة الصحية منهارة ولا بد أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية، لا بد أن يقلل من التنقلات، لا بد أن يلبس الكمامات ويلبس الجروب وأيضا يستخدم المعقمات، يستخدم كل الإجراءات الاحترازية ما استطاع حتى يتمكن من حماية نفسه وأسرته من هذه الجائحة التي نسأل الله أن لا تعصف في أكثر. كما رأينا الحالات الإصابة خلال الأسبوعين الأخيرين، العيد أصبح كما أشرتم هو منصة للتعالي بدلا من التهاني. نتمنى أن يرفع الله الغمة عن هذا الوطن وأن ينحشر هذا الوباء وأن يتمكن. جميل، أرجو أن تبقى معي أستاذ محمد. كنا قد حاولنا التواصل بالدكتورة إشراق لكن يبدو أنها منشغلة ببعض الاجتماعات وتعذر التواصل معها، لذلك أشرك الدكتور إيهاب القرشي مدير عام الرقابة والتعتيم والتقييم في يمن دايركت. دكتور، كل عام وأنت بخير بداية. وأنت بخير وجميع الشعب اليمني إن شاء الله أرضا وإنسانا. دكتور، كيف تنظر إلى نسبة الوفيات التي وصلت حسب اللجنة العليا للطوارئ إلى 49 وفاة من 249 إصابة؟ كيف تنظر إلى هذه النسبة للوفيات؟ أولا ما دائما أتحدث بما يقارب الأرقام والإحصائيات، وسأبدأ بالإجابة على سؤالك انطلاقا من تلك الإحصائيات، حيث تبلغ متوسط الوفيات على مستوى العالم 6.1%، إن شاء الله في اليمن بلغت 23.6%. قد تكون هذه الأرقام ليست كافية للإعلان أو للتعامل معها لضمن عدم وجود إحصائيات دقيقة عن عدد المصابين. فمن المحتمل أن عدد المصابين بالآلاف أو بعشرات الآلاف،
لكن لم يتم إيصالهم إلى مستشفيات أو لم يتم فحصهم أو حجرهم منزليا. لذلك النسبة لا تزال مرتفعة جدا وغير منطقية، يعني تفوق 400% عما أصاب العالم من حجم الوفيات. دكتور، يعني اللجنة الوطنية تحدثت عن تسجيل نحو 50 حالة وفاة كما ذكرنا سلفا، لكن منظمة أطباء بلا حدود سجلت نحو 70 حالة وفاة في مركز الأمل في مدينة عدن والذي تديره لمعالجة المصابين بكورونا. من خلال هذا التضارب، أليس هناك ربما تعتيم حكومي على عدد حالات الوفاة؟ الحقيقة أنا أسمع دائما أن التعتيم موجود لدى الحكومة أو لدى الكويتيين أو لدى المجلس الانتقالي في الجنوب أو حتى على مستوى المحافظات والمحافظين، وهذا حقيقة الأمر اللي موجود هو يعني تقاسم وباء كورونا بشكل سياسي ما بين كافة الأطراف. يعني نسمع اليوم أن هناك المصاب فلان الفلاني من عائلة فلان الفلاني من السادة أو من الانتقالي أو من الإصلاحيين أو، وهذا خطأ كبير. قسم المعلومات لدى كل الأطراف وأصبحت لا توجد هناك إحصائيات ولا يوجد لجنة إلى واحدة في اليمن حتى تواجه وباء كورونا. أيضا عدم الجميع على مطاقمة الوضع النفسي لدى الشعب اليمني وزيادة تخويفهم من جائحة كورونا، ونحن هنا لا نقلل من دكتور شهاب. أعتذر على المقاطعة، نظرا لرداءة الصوت سنحاول التواصل بك إن شاء الله يكون الصوت بشكل واضح. وتحول الآن إلى الأستاذ محمد المقرمي. أستاذ محمد، يعني بماذا تفسر الصمت المريب لمنظمات دولية في مقدمها منظمة الصحة العالمية؟ يعني إلى حد الآن ربما هي تتماهى مع الرواية الحوثية يعني التي تتحدث عن أن الإصابات هي بعدد أصابع اليد. كما تعلم منظمة الصحة العالمية كما تعودنا عليها في الأوبئة المختلفة من بداية وباء الكوليرا وغيره من الأوبئة، تبدأ بتسلم المبالغ عندما تكون قليلة. تسلمت منظمة الصحة العالمية على سبيل المثال اليوم 56 مليون دولار من البنك الدولي و25 مليون دولار من الاتحاد السعودي، وهناك أيضا 56 مليون دولار من يورو من الاتحاد الأوروبي. هي في انتظار تسلم هذه المبالغ حتى تسلمت المبالغ السابقة وتعاملت ببطء شديد جدا، لكنها ترى أن هذه المبالغ قليلة. هي تعودت أن تتسلم مبالغ كبرى في الأعوام السابقة ما بين 500 مليون دولار أو 400 مليون دولار، لكن هذه المبالغ ترى أنها مبالغ قليلة، لذلك تتعامل ببطء وتتماهى مع صمت الحوثيين وتقديمهم على الحالات، وكذلك تقديم الحكومة الشرعية على بعض الوفيات حتى يشهد الوقت انفجار وما تكون هناك ثابتة ويتسلمون مبالغ كبرى ترفع المسؤولين. وهذا ما تعودنا من المنظمات الدولية هي أنها فقط تتاجر بمعاناة المدنيين، تتاجر بمعاناة اليمنيين عندما تنتظر اللي جاي أكثر أسبوع الحصول على 50 محلول لإنفاء الفرصات. فهذه كارثة بحد ذاتها، ويفترض أن تساعد اليوم وأن يتم الوقوف بجدية من قبل الحكومة الشرعية أو وزارة التخطيط والتعاون الدولي للتصل والاتصال لهذه المنظمات، إن تتعامل بجدية أو تقوم الحكومة بتشكيل فريق من الأطباء كما هي اللجنة اليمنية للطوارئ، هؤلاء الذين يستطيعون اليوم أن يقدموا ما بوسعهم، لأن الأطباء كما أشرت هم اليوم الذين يؤول عليهم أو يؤول الشعب عليهم في التصدي لهذه الجائحة، وفي أيضا محاولة لملمة الجراح أو محاولة رعب الصدر وتجاوز الصراعات والتعاون المشترك حتى لا يكون هناك لا يتحمل الجانب السياسي والعسكري في الصراعات في هذه الجائحة والكارثة الإنسانية. ما أتمناه أن يكون هناك ضغط من قبل المنظمات من قبل الجانب الحكومي على منظمة الصحة العالمية للتعامل بشفافية وجدية. أيضا إذن يبدو أن الاتصال جاهز مع الدكتور إيهاب القرشي. دكتور، أرحب بك مجددا، وأتحدث هنا عن الأرقام التي أوردتها منظمة الصحة العالمية بأن اليمن لديه نظام صحي منهار في مواجهة وباء كورونا، الحديث عن 520 سرير وحدة رعاية مركزة وأيضا أربعة مختبرات فقط و
150 فحص لهذا الوباء، كيف تنظر إلى قدرة القطاع الصحي في مواجهة هذا الوباء وهذه الجائحة الفتاكة؟ نحن حسنا الصوت الآن تمام. أولا اتفضل. أيوة الآن الصوت يبدو واضح. من أجل أن نلخص للمشاهد الكريم ما الوضع الصحي المتبقي من الوضع المتهالك في اليمن، هو عدد الأسرة وأيضا غرف العناية المركزة تقاس عالميا بنسبة كل سبيل لعدد من السكان. نحن في اليمن لا يساوي ما هو متوفر 0.028 لكل 100,000 لكل 100,000 مواطن، يعني أنه لا شيء. هذا من الناحية رقمية وعلمية، يمكن للمشاهد الكريم قسمة الرقم المنشود من توافر القطاع الصحي على أسرة أو غرف عناية مركزة على عدد السكان في اليمن. الشيء الآخر أرجع إلى ما قلت له أن هناك تسييس في موضوع كورونا، وهذا التسييس والاستخدام الغير سليم أثر أيضا على مواقف الأمم المتحدة والمانحين لمساعدة اليمن. حاليا حتى اللحظة لم يقدم إلى السعودية 3,500,000 دولار في 20 مارس هذا العام، ولم يتصل إلا عبارة عن سيارات وأشياء لم يستفد منها المرضى الحقيقيين، ولم تتم توزيعها التوزيع السليم في كافة المحافظات المصابة أو بشكل طوارئ. أيضا هناك 5 مليار ريال من الحكومة اليمنية لا ندري على ماذا أنفقت، ولا نرى أيضا يعني لا مراكز إيواء أو مراكز حجز صحي في المناسب ولا في غيرها. مستشفى الأمل الوحيد الموجود في عدن يفتقر حتى لمستوى الوظائف. الشيء الآخر، البنك الدولي قدم 26.7 مليون دولار، هذا المبلغ هو IFT عبارة عن مواد طبية وأجهزة من فحص عبر منظمة الصحة العالمية، وتم نقلها في 23 من الشهر الماضي مارس. دكتور إيهاب، دكتور إيهاب، وزارة الصحة اليمنية تحدثت بأنه سوف يصل عدن غدا الخميس فريق خبراء لإنشاء وحدة طبية متكاملة لمواجهة وباء كورونا. لو هل ترى بأن هذه الوحدة ربما تحل يعني جزءا من المشاكل، أم أن اليمن بحاجة إلى وحدات متكاملة؟ اليمن بحاجة إلى وحدة في اتخاذ القرار ووحدة تكاملية في مواجهة كورونا، كان شمالا وجنوبا، محافظات محررة وغير محررة، لكل الطبقات اليمنية، لكل الأشخاص، لكل الأفكار، لكل أصحاب الثقافات، للجميع. لأن الاستخدام أنا أقصد فيه أن مثلما استخدموه اليمنيين استخدام سياسي وأيضا مناطقي وعنصري، استخدمتها المنظمة الدولية كمبرر، مثلما قالت الآن منظمة الغذاء العالمية أنها لا تستطيع الاستمرار بالمساعدة الإنسانية إلا إذا حصلت على 878 مليون دولار من أجل إبقاء اليمنيين على قيد الحياة. بالمثل صندوق الأمم المتحدة للسكان يطالب بما يساوي 100 مليون دولار، ويقول أن أكثر من 48,000 امرأة سيتوفين بسبب عدم وصولهم إلى خدمات الصحية وخدمات الصحية الإيجابية، ويحتاجوا إلى أكثر من 59 مليون دولار وأيضا 24 مليون دولار. هم كلهم يطرحوا أنهم ستقف الخدمات. هناك أثرين لكورونا، أثر مباشر وهو الإصابة بفيروس كورونا، والأثر الآخر الناتج عن أحدثه من صعوبات في وصول الخدمات الصحية أو تدخلها للمواطنين، وتؤدي إلى وفيات كثيرة. نحن نشاهد كل يوم في صفحات التواصل الاجتماعي المئات والآلاف من الناس اللي يفقدون حياتهم، البعض منهم بفيروس كورونا والآخر لعدم قدرتهم للوصول إلى الخدمات الصحية، أيضا عدم وجود الإمكانية في المستشفيات، الأمر الآخر الخوف الشديد أو الضرر الذي أصيب به كل المجتمع اليمني نتيجة رمي المسؤوليات كلا على الآخر، عدم وجود أي بنية تحتية للقطاع الصحي. نحن قبل ما ندخل كورونا كان النظام الصحي في اليمن منهار بنسبة 50%. جميل دكتور إيهاب، فقط لدي سؤال للأستاذ محمد المقرمي. أستاذ، في ظل حديث يعني مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن أن عملها في اليمن يقترب من نقطة الانهيار المحتمل، ما هو مصير القطاع الصحي
خصوصا انه يعني يصنف بانه هش وضعيف؟ فيما يتعلق بالوظيفه الفضيله سامي شملاقين وجودها كعدمي، مع ان بقاها خلال العامين 2019 تسلمت الفضيله السامية اكثر من 489 مليون دولار، وكانت تهتم باللاجئين من غير اليمنيين. هناك اكثر من 600,000 طلب حقوق معلق لم تلتفت لهم، وهناك النازحون اكثر من 3,600,000 نازح لم تلتفت لهم. لا، بقائها كعدمها فرضت انها تتسلم الطوارئ ولا تقدم مساعدات انسانيه. الفضيله الساميه على يد التحديد هناك تعاون جيد البرنامج العالمي، لكن الفضيله الساميه شغلتهم لم نرى لها اي وجود، وهي فقط تحاول اصدار البيانات. الان هذه المنظمات تحاول اصدار بيانات هذه تتسلم مبالغ لا وجود لها في المجال الصحي. اليونيسيف هي التي تعاون على المجال الصحي، وبقى عن منظمه اليونيسيف والمنظمه العالميه هما المنظمتان اللتان شكلتا رافدا خلال السنوات الخمسه الماضيه على بحجم مقبول جراء المبالغ التي تسلموها، مع ان هناك عين احداث كبيره على هذه المنظمات، لكن قدمت ما يمكن ان تقدمه وسلمت المبالغ التي تتسلمها مصارف اداريه وغيرها مما تتجاوز 60%. فيما يتعلق بالمنظمه الصحيه، المنظمه الصحيه لا توجد فعلا منظمه صحيه منهاره منذ بدايه السنه الاولى من الحرب. هناك 58% من المستشفيات والمراكز الصحيه منهاره ومتوقف ما بين كلي والكرسي. هناك ايضا اليوم نحن في اليمن لا نمتلك اكثر من 400 جهاز تنفس، هذا على مستوى اليمن. لا نمتلك اكثر من 150 جهاز بي سي ار لجهاز فحص المحافظه الثانيه في طولها وعرضها اكثر من 4 مليون لا يمتلكون اكثر من جهاز واحد بي سي ار لفحص الحالات. لذلك اليوم عندما تظهر الحالات في القرى وفي الارياف في المديريات الاخرى لا يتم فحصها ويموتون، وسبب عدم قدرتهم الى التنقل الى المحافظه الى المدينه، ولا يوجد ايضا اجراءات وقائيه لمن يستطيع نقلهم الى مركز المدينه، لذلك يموتون في بيوتهم يموتون في الشوارع. وهذه الكارثه التي نتمنى ان يتداركها وزارة الصحة، وأن تسعى إلى الضغط على الجهات الحكومية على الحكومة الشرعية على رئيس الوزراء أن يخصصوا اليوم الوزراء هم اليوم مفترق أن توقف كل مرتبات الوزراء الذين يتكلمون بالعملة الصعبة أكثر من 10,000 دولار يتكلم الوزير ونائبه وله أكثر من 10 وكلاء يتكلمون مثلا 6,000 دولار في الشهر. هؤلاء يفترض أن توقف مرتباتهم جميعا، وأن يتم دعم الجانب الصحي، وأن يتم الاهتمام بشكل جاد بوزارة الصحة اليمنية. الحكومة الشرعية اليوم هي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن حالات الوفاة الوفيات الذين يموتون في الشوارع. تسلموا حتى من مركز الملك سلمان مساعدات طبية وروابط طبية مع مسؤولي في المركز في اليمن، وأبلغوا بأنهم سلموا وزارة الصحة اليمنية، ومفترض أن وزارة الصحة تقوم بها على المحافظات. حتى اللحظه منذ اسبوع وهذا الاسبوع الثاني لم توزع، هناك تباطؤ شديد جدا، تباطؤ مؤسف من قبل وزاره الصحه اليمنيه. لا يوجد اهتمام بالمسؤوليه، لا تتعامل كما كانت تتعامل في السابق كغيرها من الوزارات. للاسف الشديد لا يوجد استشعار بالمسؤوليه، وهناك ايضا اليمنيين اصبحوا مخدرين بالالم، لا يستطيعون حتى التحدث. النقد اصبح ايضا لم يجدوا ينتقدون عجز الجانب العسكري، الجانب السياسي، الجانب الصحي، الجانب فتكاثرت السهام على تكاثرت عليهم الالام والاوجاع. جميل. ولم يتمكنوا من مواجهه هذه الماساه. نتمنى ان يكون هناك استشعار من الجانب العسكري من الصور، وان يراجعوا انفسهم وان يتعاملوا بجديه امام هذه الكارثه. جميل. اذا الاستاذ محمد المقرمي مدير مركز كوب للدراسات والاعلام الإنساني، شكرا جزيلا لك. وأكمل أيضا مع الدكتور إيهاب. دكتور إيهاب، يعني مؤتمرات المانحين وذلك للاستجابة للخطة الإنسانية في اليمن ربما تسلمت قرابة 15 مليار دولار خلال الخمسة الأعوام الماضية. لماذا رغم هذه الأرقام المهولة والكفيلة بإعادة إعمار ما خلفته الحرب ما زلنا نتحدث عن أن القطاع الصحي منهار، عن أن السلال الغذائية لا تفي يعني بإشباع الكثير من البطون الجوعة، بأن النازحين ما زالوا في العراء من دون مأوى وغذاء ودواء؟ أين تذهب هذه الأموال؟
اولا مثل ما تفضل ضيفتي الكريمه الاستاذ محمد المقرمي وهو متابع يعني مخضرم في هذا المجال، والامم المتحده وكل المبالغ والمؤتمرات المانحين السابقه تم ترفعها باوجه عديده من ضمنها الامم المتحده ونفقاتها الشخصيه، ولا اريد تكرار المعلومات التي طرحها ضيفك الكريم، الا ان هناك تفاوت ما بين ما يطرح من مساعدات انسانيه وما بين الاحتياجات الانسانيه في اليمن. اليمن تخسرت فقط للعام 2019 اكثر من 87 مليار دولار من الاقتصاد الوطني. اليمن لا تستطيع توفير اكثر من 5 مليون طن من الغذاء عن طريق الاستيراد. اليمن موقفه كل يعني صادراتها من المواد ومن النفط ومن غيرها. هناك تدنيس المستوى المعيشي بشكل مهول جدا. وهناك تقرير من الامم المتحده ان الوفيات الاسر الى العام 2030 اذا استمرت الحرب الى 1,500,000 جراء الحرب، ومن بينهم تقريبا 500,000 طفل ما دون الخمسه من الامر، وخسارتنا ستتفاقم الى 675 مليار دولار. اذا ما يتبقى بعد الفساد الاممي وبعد الفساد المنظمات المحليه وبعد فساد السلطات المحليه وبعد فساد كل المشتركين في مساعدة الإنسانية لليمن، ما يتبقى ماذا سيكون للمواطن اليمني؟ القليل أو الفتاة أو لا شيء. لكن هناك أيضا مؤتمر جدير بالذكر أن نذكره هذه الأيام، لأنه قريب بعد أيام سيكون في بداية يونيو، مؤتمر جديد وهو خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، والتي هددت الأمم المتحدة بوقف أنشطتها إذا لم تحصل على التمويل لهذه العام. وهو ب 3.2 مليار دولار ومتوقع تنفيذه او اقامته في الرياض في بدايه يونيو. هل هناك بالحديث عن المؤتمر دكتور ايهاب، مكتب الامم المتحده لتنسيق الشؤون الانسانيه قال بان التمويل اللازم لخطه هذا العام هي 3 مليار و380 مليون دولار، وتحدث بأنه تسلم ما نسبته 15% من التمويل اللازم لهذا العام. كيف تنظر إلى بقية المبالغ؟ وهل هناك يعني حاجة لتغيير آلية توزيع هذه المبالغ ربما لتخدم قطاعات وخدمات أساسية في اليمن، عوض تقديم يعني كما يتحدث البعض بأنها مجرد سلال غذائية يعني لا تسمن ولا تغني من جوع؟ هناك فعلا الرقم هو 3.380 مليار أو 3.2 مليار، هذا ما خطط له بعد تهديد الأمم المتحدة للعالم أجمع بأنها ستوقف كل أعمالها الإنسانية في اليمن إلا لم يمول هذا المؤتمر اليو 2020. وكانت تخطط الأمم المتحدة لاقتسام مخصص 2019 على عامين، أي بنفس المشاريع، وتنخفض المساعدة الإنسانية بنسبة 50% إذا تم تنفيذ 2020 من مخصص 2019. أيضا ما يتم تداوله من عقد المؤتمر إن شاء الله يعني يغطي بقية المبلغ اللي هو 85%، ويتم الزيادة في هذه الأنشطة. أنا كنت أود أن أوضح، هل سيكون هناك إدراك لموضوع جائحة كورونا في اليمن وضمها وإضافتها إلى خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن أم لا؟ هذا سؤال مهم لابد أن نطرحه على المانحين وعلى من قدم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020. أيضا هناك ما يطرح من مساعدات ومن هدف المساعدات، لابد من وجود حلول جذرية على الأرض. مثلا غياب السلطات المحلية في اليمن بشكل كامل، لا توجد إلا في بعض المحافظات الجنوبية مثل المهرة وحضرموت في بعض المديريات. لماذا لا يعاد لجان اجتماعية تعنى بمشاريعها ومساعدتها الإنسانية على مستوى القرى والمديريات وعلى مستوى المحافظات؟ هناك منظمات، أكثر من 30,000 منظمة يمنية الآن تعمل في الداخل اليمني، و 99% لا أريد أن أقول جميعها ولكن أغلبها لا تعمل بنزاهة ونظافة وشفافية، بل هناك استرزاق منها، مثلما تسترزق الأمم المتحدة بمنظماتها الـ 12 الموجودة في اليمن. وأيضا هناك مشاريع نوعية يجب أن نشيد بها، مثل مشاريع مركز الملك سلمان الذي يقدم الكثير من المراكز الطبية والكثير من المشاريع الاستراتيجية، وأيضا هناك الجمعية الكويتية للإغاثة التي تقدم أهم المشاريع الاستراتيجية مثل حل مشكلة المياه في عدن أو في تحد أو في المحيط، وهي مشاريع استراتيجية هامة لا أحد يذكرها ولا أحد يسمع عنها، ولكن سيروا أثرها على الواقع.
أما توزيع السير الغذائية الشبه منتهية، وأيضا المساعدة الإنسانية الموزعة من قبل الأمم المتحدة بعد الإنفاق عليها بأضعاف مضاعفة من الأموال، هذه لا يحتاجها اليمنيون. الآن مثلما قرأت أنت قبل قليل اليمنيون يتخذون يعني قرار الموت البطيء جراء انهيار كل شيء من حولهم، الوطن والحكومة والمجتمع والثقافة والرحمة، يظل اليمن يموت والعالم ينظر إليه دون أي اكتراث. إذن الدكتور إيهاب القرشي مدير عام الرقابة والتقييم في يمن دايركت، شكرا جزيلا لك على كل المعلومات والأرقام التي أوردتها، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، دمتم سالمين.